السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكون الاستجابة، عنوان الدرس صلاة الوتر والفجر. على بركة الله تعالى نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن ننجز هذه الصفحة 39 على بركة الله. إذن لا يكتفي المسلم بأداء الصلوات المفروضة، بل يأتي بصلوات أخرى مسنونة. لماذا؟ وأذكري بعضها. إذن الصلوات تنقسم إلى قسمين: صلوات مفروضة وهي الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ثم أخرى مسنونة التي سوف نرى بعض أمثلة لها. إذن يصلي المسلم الصلوات المسنونة ليزداد قربا إلى الله، أو يزداد قربا من الله كما تشاء إلى الله تعالى، ويملأ صحيفته بالحسنات. إذن كلما صليت الصلوات المسنونة إلا وازددت قربا من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ والآن نذكر بعضها. إذن بعضها نجد مثلا صلاة العيدين، فهي صلاة مسنونة، سنة مؤكدة، صلاة الاستسقاء، تحية المسجد، ركعتا تحية المسجد بطبيعة الحال. إذن أقرأ وأتأمل. عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل. عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. إذن ركعتين ركعتين، فإذا خشي الصبح، إذن قرب الصبح، قرب أذان صلاة الصبح، صلى ركعة واحدة وهي صلاة الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. إذن بعد أذان صلاة الصبح نصلي ركعتين خفيفتين، وما نسميها بصلاة الفجر، نقول إحنا صلاة الفجر، إذن قبل إقامة صلاة الصبح. إذن مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين. خشي، خاف دخول وقت الصبح، يعني خشي أحدكم الصبح، يعني خاف دخول وقت الصبح. توتر، تفرد. نعم. محدد المضامين. بماذا ينهي المصلي صلاة ليله؟ نعم. إذن ينهي المصلي صلاة ليلتي، صلاة ليلته بركعة واحدة وهي الوتر. وهي الوتر. كان إذن ماذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يسكت المؤذن لصلاة الصبح؟ كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين، وهما رغيبة الفجر. رغيبة الفجر. نعم. إذن السفيد: رغيبة الفجر سنة مؤكدة، واظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، وهي ركعتان خفيفتان تؤدى بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح. رغيبة الفجر سنة مؤكدة، واظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، وهي ركعتان خفيفتان تؤدى بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح. صلاة الوتر سنة واجبة، واظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره،
وهي ركعة واحدة يمتد وقتها من بعد صلاة العشاء إلى ما قبل طلوع الفجر. أوظف تعلماتي أمام زملائي في القسم، أشخص صلاتي الوتر والفجر، لأن صلاة الوتر هي ركعة واحدة كما أصلي ركعات في مثلا صلاة الصبح أو الظهر أو العصر، أصلي ركعة واحدة فهذه صلاة الوتر، وبالنسبة للفجر هم ركعتان تشبهان صلاة الصبح مثلا ركعتان. إذا طبقوا هاتين المعلومتين اللتين تعلمتهما خلال درس الوتر والفجر. إذا النشاط السادس، إذا أكمل الجدول في دفتري. إذا رغيبة الفجر والوتر، ما حكم كل واحدة منهما؟ حكمها، وقتها، عدد ركعاتها. لنأخذ مثلا رغيبة الفجر سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. متى تصلى رغيبة الفجر؟ بعد أذان الفجر، بعد أذان الفجر، فيؤذن الفجر، فقبل أن يصلي الإمام بالناس صلاة الصبح تصلى ركعتان، يعني كل واحد يصلي ركعتان وهو ركعتين، وهاتين هاتان الركعتان هم صلاة الفجر قبل صلاة الصبح، طبعا ركعتان عددها عدد ركعتها ركعتان. الوتر سنة واجبة، سنة واجبة. بعد العشاء وقبل الفجر، لأن وقتها بعد العشاء، يعني عند الانتهاء من صلاة العشاء أصلي مثنى 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 مثنى، فأختم بركعة وهي الوتر كما جاء في الحديث السابق عن عبد الله بن عمر. إذن كم عدد ركعاتها؟ طيب الحال عدد ركعاتها واحدة، نعم. إذن نملأ الجدول، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.